الحكومة الإسبانية ترد على قضية إقامة مزرعة أسماك مغربية قرب الجزر الجعفرية المحتلة. ردت الحكومة الإسبانية في البرلمان عن قضية إقامة شركة مغربية لمزرعة أسماك على بعد 700 متر من الجزر الجعفرية المحتلة الواقعة بين مليليا والناظور بشمال المغرب، بكون أن هذه القضية لا تدخل في اختصاصاتها وتبقى من اختصاصات المناطق التي تتمتع بالحكم الذاتي، وفي هذه الحالة يتعلق الأمر بحكومة مليليا المحتلة. هذا الرد من الحكومة الإسبانية كان موجها من النائب البرلماني عن حزب الشعبي في مليليا دياز دي أوتازو، الذي طرح سؤالا موجها للحكومة الإسبانية في البرلمان حول هذه القضية، حيث اعتبر أن المغرب انتهك الحدود البحرية لإسبانيا بإقامة مزرعة أسماك داخل الحدود البحرية للجزر الجعفرية الخاضعة للسيادة الإسبانية. ورفض النائب البرلماني المذكور هذا الرد، وأكد أنه سيعود طرحه في البرلمان بعد العودة من عطلة نهاية رأس السنة الميلادية، حيث اعتبر أن تبرير الحكومة غير مبني على أسس قانونية، على اعتبار أن الجزر الجعفرية وبقية الجزر الأخرى التي توجد بها منشآت عسكرية إسبانية وغير مأهولة بالسكان لا تخضع لأي منطقة ذات حكم مستقل مثل مليليا، مشيرا إلى وجود فراغ قانوني في هذا المجال. ويتضح أن الحكومة الإسبانية من خلال ردها أنها تحاول إزالة الصراع عن هذه القضية ومنع أي تصاعد لها لتفادي أي أزمة جديدة مع المغرب، خاصة أن العلاقات بين الطرفين لا زالت تعاني من مخلفات الأزمة الدبلوماسية السابقة المرتبطة بزعيم بوليزاريو إبراهيم غالي. وكانت إسبانيا حسب الصحافة الإسبانية قد قامت بتقديم احتجاج رسمي للسفارة المغربية بمدريد، تحتج فيه على ترخيص السلطات المغربية لشركة مغربية بإنشاء مزرعة أسماك على مقربة الجزر الجعفرية دون الحصول على إذن مسبق من طرف السلطات الإسبانية، ولحدود ساعة لم يصدر المغرب أي رد حول هذا الاحتجاج. كما أن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية عندما سئل منذ أسابيع عن قضية مزرعة الأسماك المغربية قرب جزر الجعفرية والأزمة الخفية القائمة بين البلدين حول هذه القضية رفض الإجابة، وأشار إلى أن الأمر يتعلق بالعلاقات الخارجية المغربية، المسؤول الخوض فيها هو وزير الخارجية ناصر بوريطة. تجدر الإشارة إلى أن الجزر الجعفرية هي مجموعة من الجزر الصغيرة التي تقع على مقربة من الساحل المغربي بين الناظور ومليليا المحتلة، وهي في الأصل جزر مغربية محتلة من طرف إسبانيا، غير أنها غير مأهولة بالسكان مثل مليليا وتوجد بها منشآت عسكرية تابعة للجيش الإسباني. وبالمقابل فإن المغرب لا يعترف بسيادة إسبانيا على هذه الجزر ولا بحدودها البحرية، وبالتالي فإن قيام شركة مغربية بإقامة مزرعة أسماك على بعد 700 متر من الجزر أعاد من جديد جدول الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا. نشكركم على حسن المتابعة.